يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا شك الإمام هل قرأ الفاتحة أم لا، وذلك بعدما رفع من الركوع، فهل يلتفت إلى هذا الشك؟ إن كان هذا وسواس لا يلتفت إليه، أما إذا كان أنه شك عارض له، إذا عرض له شك يلغي الركعة الأولى ويجعل الثانية مكانها ويكمل صلاة على هذا الشيء ويسجد للسهو. نعم، أما إذا كان وسواس يتركه ولا يؤثر عليه. نعم.